عم بتابعونا واهلا وسهلا فيكم بالكاونت داون الاسبوعي لاول 40 اغنيه عم تحقق نجاح بالعالم العربي ضمن توب 40 اللي بيرتكز على اهم الهيتس من حيث المبيعات، التحميل الالكتروني والبث الاذاعي والتلفزيوني. وبدون اي تاخير بننطلق مع الفنان خالد عبد الرحمن واغنيه ودعني. ودعني يا ولا تودعني في كل الاحوال انا ساري ما عاد يمدي ترجعني دم الجفا جسمك اقداري الصمت ما كان ينفعني والصبر ما عاد له طاري كم كنت أجيلك وتمنعني واليوم تنشد عن أخباري ما قبلك إنسان طوالي تخطي وراضيك بشاري ثامر على شي سمعني قبل ابتدي هم مشواري ننتقل للمرتبة 39 مع الفنانة أحلام اللي بدورة بتحافظ على مركزها بالمرتبة 39 وأغنية القلب بيتك اللي هي من أجدد ألبوماتها. سوما تبارك قلبي يومك دخلك خد راحتك فيني ترى القلب بيتك اللي منال صعب بسهولة للتا من غير ما أدري في عيوني
احتل المركز 38 لهالاسبوع بتوب 40 واغنيه سمعة. سمعة للمرتبة الأولى بتوب 40 بتابع مع السيدة وردة الجزائرية اللي تركت فراغ كبير بعد رحيلة وآخر أغنية أيام تحتل المركز 37. كنا رجعنا أحباب فرقنا كنا صالحنا أصحاب زعلنا كنا سامحنا يلي جارحنا كنا اللي جرحنا رحنا نقلو سامحنا كنا رجعنا أحباب فارقنا كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقلو سامحنا أيام 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 من عدة بالضحك محيناها حرام نضيع ايام
تمرق ما فينا نرد. وبنوصل للمرتبة 36 مع جوراد وأغنية بنظرة منك. نظرة منك والسلام رجعتي مش عارف أنا روحي راح مني عندك عقلي ته منه الكلام روحي راح مني عندك عقلي ته منه الكلام بلاش أذية حبك قتلني خلاص خلص علي قبلك تعبت كتير تعبت فيا كده ببساطة كده دوختني فيكن بيتوب 40 وبعدنا عم نستمع ونشوف أهم الفيديو كليبس لأنجح الأغاني ووصلنا للمرتبة 35 مع المطرب عباد الجوهر وأغنية كم أنت. عينك عينا مهات والشعر كالليل أسود إني وحيد القوافي وأنت بالحسن أوحد ففيما هذا التجافي والهجر يا حلو والصد إني وحيد القوافي وأنت بالحسن أوحد ففيما هذا التجافي والهجر يا حلو والصد أنت والله تحسن باللحظ والروح والمكان أنت والله تحسن باللحظ والروح والمكان أنت والله تحسن كم سهرت الليالي وقلت يا نجم فاشهد لكم سهرت الليالي وقلت يا نجم فاشهد بأنني منه مضنى بأنني منه مضنى بأنني منه مضنى وأنني فيه أحسن بأنني منه مضنى وإن خلوت لنفسي وجدتها تتمرد أقول يا نفس صبرا فبابه غير موصد. نجم اللبناني فارس كرم بسجل تقدم للمرتبة 34 وأغنية العاصمة. وقلبي تهوي العاصمة عالهاوية يباصمة ضحكت عينيك الناشي ميلاد يحرس عينيك النايمة قلبي هو العاصمة أوعى الهوى
للمركز رقم 33 مع النجمة دنيا سمير غانم اللي تراجعت هالأسبوع 3 مراكز من المرتبة 30 للمرتبة 33 وقصة شتا. نزلت وراحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا، أول ما شافها بسلام وبان إن مشاعره تغيروا، وقال كلام ما كانتش عارفة تجمعه، متفاجأة بيه احنا لازم ننسى بعض. توب 40 بكمل هلا مع النجم ملحم زين اللي تقدم من المرتبه 33 للمرتبه 32 لاغنيه ما عاد بدي اياك. ما عاد بدي اياك بدي اياك بدي اياك، ساعدني بترجاك بترجاك. ما عاد بدي اياك بدي اياك بدي اياك، ساعدني بترجاك بترجاك. خليني شوفك ظالم بطل بعيني ملاك، بكيني من جرحك إلي دمو علي اطباق. خليني شوفك ظالم بطل بعيني ملاك، بكيني من جرحك إلي دمو علي اطباق. علمني جيب من الضعف وانت اتحدى. بسل علي الدور وتزينك وتزينك، كتر الوفا قهار خبي ورا ظهرك شي سكينة، قدرني طبط الغار. بس العلي الدول وزينة كتب الوفا أهضر، خبي ورا ظهرك شي سكينة، قدرني طبط الغار. خليني شوفك ظالم بطل بعين ملاك، بكيني من جرحك إلي دمو علي. بعد عدة أشهر بسباق الأغنية العربية، الفنان كاظم الساهر وقيصر الأغنية العربية بيحتل المرتبة 31 وأغنية دلع النساء. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي، الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. تتسرعي فتغضبي فتندمي فتطلبي ما موازناتي، الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي، الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. بنرجع بالقسم الثاني من توب 40 والمزيد من انجح اغاني الموسم، بشوفكن بعد لحظات.
بعد ما تعرفنا على الأغاني اللي احتلت المراتب من المركز الأربعين للمركز الواحدة وثلاثين، بنواصل الكاونت داون بتوب 40 مع النجمة ناتاشا اللي تراجعت من المرتبة 26 للمرتبة 30 ويوم. صحيت المشاعر والحنين بحب ثاير، يوم ناداني حنانك رد قلبي قال تامر انت. صحيت المشاعر والحنين بحب ثاير، يوم ناداني حنانك رد قلبي قال تامر. يوم ناديت الأماني، يوم رجعت زماني، كل ذاك العمر كله صار بوجودك ثواني. يوم ناديت الأماني، يوم رجعت زماني، كل ذاك العمر كله صار بوجودك ثواني. يوم ناداني حنانك انجبرت اقعد عشانك، صارت الغربة وطم ضاع خوفي في امانك. يوم ناداني حنانك انجبرت اقعد عشانك، صارت الغربة وطم ضاع خوفي في امانك. نوصل للمركز 29 مع المطرب رابح سقر وأغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتية المرئية بعنوان ما هو أنت، اللي تقدمت من المركز 31 لتصير هالأسبوع بالمركز 29. ما هو أنت اللي تكلمني كده، ما هو أنت اللي تكلمني كده، أنت ما ترضى تزعلني عليك، أنت ما ترضى تزعلني عليك، في كلامك ما تسبب لي أنا، في كلامك ما تسبب لي أنا، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك، كيف تجرحني وأنا بالحيلة بيك. ما كنت اللي تكلمني كده، ما كنت اللي تكلمني كده، انت ما ترضى تزعلني عليك، انت ما ترضى تزعلني عليك، في كلامك ما تسبب لي أذى، في كلامك ما تسبب لي أذى، كيف تجرحني وانا بالحيل بيك، كيف تجرحني وانا بالحيل بيك. كمان من
الأغاني اللي صار لفترة بيتا بفورتي أغنية علاء الدين للنجمة العراقية شذا حسون اللي سجل التقدم بطيء من المرتبة 29 للمركز 28. الفنان محمد المشعل اللي تراجع من المرتبة 24 وأغنية خليهم عنك. يا حبيبي أنت مفروض تعذروا دم أنا وياك ما جبنا خبر كل ما زاد وحكي زدنا محبة هذا هو اللي يا محبوبي قالوا يا حبيبي أنت مفروض تعذروا دم أنا هو البرنامج الوحيد اللي بيسلط الضوء على أهم الأغاني العربية وأكيد بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات اللي بتملك أهم وأضخم مكتبة موسيقية بالشرق الأوسط لكبار الفنانين من جيل الماضي والحاضر. وبما أنه عم نحكي عن النجوم الشباب بنتابع مع عامر زيان اللي تقدم للمرتبة 26 وأغنية العقلية الشرقية. العقلية الشرقية والله
والله منا قديمة شرك يا حلبي وحياتك أحلى عزيمة فاتورة هدت لي ضهري وقيمتها قيمة شي مرة تطلع يا عمر عليك وعلي عالم عايش بقلبي محروم الراحة مش مثلي أنا يا قلبي بحب الصراحة مزعوج مني ما تخبي كوني مرتاحة وساقي فيه وبيحبي مية بالمية لو بدها بشبح تعيون تفتح وتلاحظ إني ما بعيني ومفنجر حالي طب كيف تصمد وصفي متأكد إنه المستقبل ضمن لتصيري حلالي ساعتها أمك تقلع الشوك اللي بداية عقلي الشرقي والله منا قديمة شرك يا حلبي وحياتك أحلى عزيمة فاتورة هدت لي ضهري وقيمتها قيمة شي مرة تطلع يا عمر عليك وعلي المركز 25 مع النجم تامر حسني اللي حقق أحد أهم وأنجح ألبومات الفترة السابقة بلا ما ننسى تعاونه مع النجم شاقي بأغنية سمايل وحالياً تامر مشغول بالتحضير لفيلم جديد وأغاني جديدة والمتوقع تبصر نور السنة القادمة تامر حسني بالمرتبة 25 وسي السيد أنا سي السيد وكلامي ولا ينجي أنا سي السيد مش I'm the hero, the man, the head of the castle. No misunderstandings or no types of hassle. All agreed by the one you will be by. The only way is my way, so follow my lead. I shape you, make you a better woman. With more hugs and plugs and better loving. Cool as the breeze, the flowers and the trees. Assalamu alaikum, see outside. قلب حبيبها وتقدر فجأة تحوله من وحش الطفل ماسك ايدها وخوفي عليكي من حبي فيكي مش زي ما بتقولي عليا ده يا بخت من دكان يا بنتي ولا ضحك الناس عليا انتوا ليه عاملين كده ليه ودمالكوا دي معمولة من ايه كل حاجة واختنا تحدي من غيرنا اصلا بتعملوا ايه كل يوم خناقة كبيرة على اتفه الاسباب مش طايق اسمع انا ولا سيرة انس السيد انس السيد يلا انس السيد يلا
righteous mood with some ITIL food. Everything is so tight, gotta get your soul right. It's my liberty to have the agility to educate and elevate about the liberty. The king is the king, whether east or west, or the real king step with his empress. Oh yes, and mine's as fine as wine, and she knew better, she make me do better. Ja. جولتنا على أول 40 أغنية بالعالم العربي بالتابع مع الموسيقي والنجم الخليجي فايز السعيد اللي تقدم للمركز 24 وأغنية العمارة. ما وصل مرسال منا ما سمعت أخبار عنا داخلي حسيت وانا هادي والله مو حضارة ليش بكي لهنا وجارة والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا حول بيت أخذت برا والمسجل عالي مرة يمكن يحس الأغاني يعرف إني أنا برا صوت راشد ما يفي صابح وعبد المجيد وأبو نور جاب العيد مع الأغنية اللي احتلت المركز 23 والنجمة شيماء اللي بتتقدم بأغنية ولا يهمك. ولا يهمك أنا البسمة على فمك وانت أغلى البشر عندي أنا لك وانت لي وحدي ولا يهمك البسمة على فمك وانت أغلى البشر عندي أنا لك وانت لي وحدي ولا حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني روحي في الهوى تضمك ولا يهمك ولا يهمك حد غيرك في عيني يا عمري ويا ضي سنيني. من المرتبة 23 ننتقل للمركز 22 والنجم وائل كفوري اللي تقدم من المركز 27 بأغنية ويلك من الله. ويلك شو ذنب حبيتك والشوق كبير وعملت بقلبي أنا بيتك وفرشت حالي على طرقاتك رايح وجاي وانت بعيني مخباي على طرقاتك رايح جاي وانت بعيني مخباي شو عم بيصير ويلك يا ويلك من الله شو عملت فيك رمت عليك الدنيا كلها وانت بعيني
قدامي نام بشوفي بمنامي تغيرت كتير. أغنية واحدة بتفصلنا عن إعلان توب 20 الأسبوعي وهي فكرة غلط للفنانة فدوى المالكي. ليه وأنا جنبه بيبان كتير قلقة ويقول علي كمان حاجات ماهيش فيا، لو احتاج لي وانا تهلي الدنيا لو فيه انا جيله في دقتيني بس شوت ليا. ليه اللي مني مخوني مع انه يا ناس عارف اني انا ما بتطلعش العيبة مني واحلف على متابعة توب 40. خليكن معنا. شو عندنا بحلقة اليوم من ببيروت؟ اليوم بنحكي كمان عن فكرة جديدة، ولكل يلي قراب منا يتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على خلونا نبتدي بصورة اليوم Picture of the Day. هذا المشروع التصوير اسمه مايا. أنا هلأ مع الأخصائي بجراحة تجميلية. حابين نعمل أشياء طبيعية يفرقوا عن بعض حسب لون شعرهم، لون عيونهم، لون بشرتهم. في عالم الجمال والموضة نصمم الثيم اللي رح يركب عليه السكيت. انترفيو اكسكلوزيف مع اهم سيدة عربية اعمال للسنة. الواحد هيك بيضلوا دايما باشنت بشغله، ما يكون الشغل تبعه هو الباشن والهبي تبعه وما بيحس حاله عم يشتغل. حين على خبر انترناشنال، شو في جديد البوكس اوفيس وعالم السينما. كاستينج خلف قصة كتير مهضومة. دايما نحن برنامجنا بنحب نتابع اخبار المشاهير. ببيروت يومياً ساعة 2:30 الظهر على LBC. ورق جدران ماركو بولو الأصلي موجود فقط لدى سيدار. إنشانتر عبير الرومانسية الفرنسية. وش معنى السنة دي يعني؟ موعد ميلاد مدام مريم بيجي كل سنة، لحد بيحتفل ولا حد بيجي بطرطو، عشان عمرها ما جت من حد من اللي حواليها، كل واحد منهم ملك الدنيا. أنا مش راجل عناني وما بفكرش غير في نفسي. أنت ما قررتش تتجوز فرحت لأمي في خيامتها. أمي عرفت بالصدفة إنك متجوز في السن. لازم نقول لبعض شريف رفقي، أحلى بشك واحدة في المكان كله. كان لازم تكلمي ولادها تقولي لهم. ولادي ما قالوليش صباح الخير، هيقولولي كل سنة وأنتي طيبة. عيال زي دول ما يستحقوش أبدا إنهم يجوا لو ما افتكروش اليوم ده بالذات. فجأة كده ترسم لك تابلو ومتذاكرة ومن غير أي مناسبة. أنا لو كانوا هن متذكرين كان لازم هن اللي يقولوني. بس عشان أفرحها هي يا أم حنان. دول الناس بحبوكي كتير أحسن من الدم والرحم. نكذب لو قلنا ما بنحبش. يومياً ساعة 9 المساء على LBC.
المطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس. من عرمون علي. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي أنت أنت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفي. والله شغلة حلوة. من المفروض إنه الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يومياً ساعة 1:30 الظهر على الـ LBC. دخلنا التوب 20 لهالاسبوع اللي بنبتدي فيه مع الفنان صابر الرباعي اللي بعده محافظ على مركزه بالمرتبه 20 واغنيه حارس النجوم. انت حارس النجوم ولا انت غارس القمر، لن تحابس الغيوم ولا انت حاسس بالمطر، لن تحارس النجوم ولا انت غارس للقمر، لن تحابس للغيوم ولا انت حاسس بالمطر، شايل الهم بشر، انت في الاخر بشر، انت في الاخر بشر. هالأسبوع بيشهد تراجع للنجمة هيفا وهبي اللي احتلت المرتبة 19 بعد ما كانت بالمركز 16 بأغنية إذا يمسك.
كنت بتابع مع الفنانة يارا اللي بقيت بالمركز 18 للتاني أسبوع على التوالي بأغنية ودي بخبر. مين انت من البشر ودي بخبر تبعد عني بلا سبب والله قهر. مين انت من البشر ودي بخبر تبعد عني بلا سبب والله قهر. الحب يا ناس مصيبة سؤالي له ما هو بغريبة. الحب يا ناس مصيبة سؤالي له ما هو بغريبة. أدوره بين الهجي بحسات شخص مغريب. تعب مني الصبر تحرى جواب بقهار. من انت من البشر ودي يارا بالمركز 18. مننتقل لحاتم العراقي اللي كلنا حبيناه من خلال أغانيه شعلومة وشاب راس. وهالأسبوع بيحتل المرتبة 17 وبيتراجع من المرتبة 14 بأغنية يا معلمني الغرام. يا معلمني الغرام يا معلمني الغرام أحلى لحظة بكل حياتي لما نبحضنك أنا. يلي من دونك عاني لا تعذبني حرام. يا معلم الغرام ها ها يا معلم الغرام الغرام العربية ضمن توب 40 بتابع مع بلبل الأغنية الخليجية والعربية نبيل شعيل اللي تقدم من المرتبة 17 للمرتبة 16 ويا عسل. يا عسل من اللي داقك يا عسل جيت
ألبوم جديد من نبيل شعيل مع شركة روتانا، ولوقتها بعد العكس لأجمل الأغاني العربية لهالأسبوع بكمل مع الفنان عاصي الحلاني فارس الأغنية العربية وأغنية لوين تروح. لوين تروح يا مسافر ولا تدري على بعدك أمين الروح، ماما لوين تروح خلينا نعيش الدنيا نكتب على العمر حبنا لوين تروح. لوين تروح يا مسافر ولا تدري على بعدك أمين الروح، لوين تروح خلينا نعيش الدنيا نكتب على العمر. شوي شوي ولكن الهيتس عم تكبر، والأغنية التالية تعتبر من أجمل وأنجح أغاني الموسم وهي حستار لفنان العرب والمطرب الكبير محمد عبدو اللي بيحتل المرتبة 14. تالي الليل يرنا ننتقل للمرتبة 13 مع الفنانة ديانا حداد اللي بتقدم لنا أغنية ثالث الأعياد وبتتقدم من خلالها من المرتبة 19 للمركز 13. مثل هالليلة التجينا من سنة يومها الصدفة خذتني للهنا، مثل هالليلة التجينا من سنة يومها الصدفة خذتني للهنا، قبلها بليلة انت محال قبلها كنت التقيبك بالحياة. يا لا
معنا للفنانة ديانا حداد بنتابع مع الفنان والنجم الخليجي ماجد المهندس اللي بيترك التوب 10 وبيتراجع للمرتبة 12 بأغنية لتلي. لتلي أنا في حياتي اختيار كان عيد اللي معاك عمر صار. لتلي أنا في حياتي اختيار كان عيد مع النجم تركي اللي حافظ على مركزه بالمرتبة 11 وأغنية ما أصدق. ما توقعت الحقيقة بنلتقي وتوي الفراق عمرها صغر من دقيقة. ما توقعت الحقيقة بنلتقي بنلتقي وتوي الفراق عمرها صغر من كل شيء وكنا ما صار بنا شيء وليت من جد ما ندقق ما ندقق ما ندقق رأيي ننسى كل شيء وكنا ما صار بنا شيء وليت من جد ما ندقق ما ندقق ما وبنرجع لحلقة الأسبوع من توب 40 وبعد الإعلان ندخل توب 10 راجعين بعد الفاصل من كورونا. مرحب فيكم مرة جديدة بتوب 40 وأهم 40 أغنية بالعالم العربي. وبنبلش توب 10 هالأسبوع مع النجمة كارول سماحة اللي افتتحت مؤخراً استعراض السيدة بالتعاون مع روتانا للصوتية المرئية وبنلاقيها بالمرتبة العاشرة بأغنية وحشاني بلادي. وحشاني الدنيا في بلدي عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان. وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة دي ليلة حب كمان. ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عنيه وسنين وانا مش عارفه انساه.
مش عارف انسى الرويشد بحافظ على موقعه بالمرتبة التاسعة وأغنية لي مر الحلو. لي مر الحلو يولع الشارع، لي مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع، لي مر الحلو. لي مر الحلو يولع الشارع، لي مر الحلو ما يبقى بشر وعيون ما تطالع. دلع بالنظرة ولا بالمشى، دلع بالنظرة ولا أحس قلبي انشلع، أحس قلبي انشلع، أحس قلبي انشلع، أحس قلبي انشلع. عنو مودار انت من طالع، عنو مودار انت من طالع. الحلو يولع الشارع، انت مو سامع. قلنا مرحبا شو اللي تطلبه، قلنا مرحبا شو اللي تطلبه، خلصنا يبا، خلصنا يبا، خلصنا يبا، خلصنا يبا. الساعة 12 بيعزم الشارع، الساعة 12 بيعزم الشارع. قدم للمرتبة الأولى وبنعرف بعد شوي مين اللي سيطر على النمبر 1 بيتا 40. أما هلأ فبنوصل للمركز الثامن مع سلطان طرب جورج وصوف وأحدى أجمل أغاني 2013 ذكريات. ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. شفت
ودقت الحب دقت على بسنين القلب شفت الدنيا ودقت الحب دقت على بسنين القلب مكتوب علي أنا وجرا أدوي الناس علشان لفيت بلاد 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 يا ما شفت حباب يا ما شفت حباب مكتوب عليا أقول مواوي وعليا تبان نجوم الليل مكتوب عليا مراسيل وتجيني مراسيل ابعت مراسيل وتجيني مراسيل بنتابع العد العكسي للمرتبة الأولى مع الفنانة بلقيس اللي تراجعت من المرتبة الخامسة لتصير بالمركز السابع وأغنية مجنون مجنون أحب غيرك أنا مجنون أنا مجنون مجنون أحب غيرك أنا مش فين صايبني عمى حبيبي شايف البشر تسواهم عندي أنا نسمع وعد البحيري وأغنية أنا مشلون اللي تقدمت مركزين ووصلت للمرتبة السادسة أنا مشلون وما انت بوستحبني ولا دري وينك وما أخذت ابني حبيبي كان بتطول علي أجيك الحين ولا رجع وخذني نرجع مع الراوند أب للأغاني اللي احتلت المراتب من المركز الأربعين للمركز السادس خليكن معنا تحية
جديدة لكل اللي عم بتابعوا توب 40، وصار وقت نستعرض الأغاني اللي سمعناها من المرتبة 40 للمرتبة 6. الفنان خالد عبد الرحمن وأغنية ودعني بالمركز 40، المطربة أحلام وأغنية قلبي بيتك بالمركز 39، الفنانة مي سليم وأغنية سمعاه بالمركز 38، المطربة وردة وأغنية أيام بالمركز 37، جو رعد وأغنية بنظرة منك بالمركز 36، الفنان عبادي الجوهر وأغنية كم أنت بالمركز 35، العاصمي للفنان فارس كرم بالمركز 34، قصة شتا للفنانة دنيا سمير غانم بالمركز 33، ما عاد بدي إياك للفنان ملحم زين بالمركز 32، الفنان كاظم الساهر وأغنية دلع النساء بالمركز 31، الفنانة ناتاشا وأغنية يوم بالمركز 30. يوم ناديت الأماني، يوم رجعت زماني، كل ذاك العمر كله صار بوجودك ثواني. يوم ناديت الأماني، يوم رجعت زماني، كل ذاك العمر كله صار بوجودك ثواني. ما هو أنت للفنان رابح صغر بالمركز 29، شذا حسون وأغنية علاء الدين بالمركز 28، خليهم عنك للفنان محمد المشعل بالمركز 27، العقلية الشرقية للفنان عامر زيان بالمركز 26، الفنان تامر حسني وأغنية سي السيد بالمركز 25، الفنان فايز السعيد وأغنية العمارة بالمركز 24، ولا يهمك للفنانة شيمة بالمركز 23، ويلك من الله للفنان وائل كفوري بالمركز 22، فكرة غلط للفنانة فدوى المالكي بالمركز 21، حارس للنجوم للفنان صابر الرباعي بالمركز 20. لن تحابس بالهيوم ولن تحاسس بالمطر، لن تحارس بالنجوم ولن تغارس بالقمر، لن تحابس بالهيوم ولن تحاسس بالمطر. شايل الهم التراب، شايل الهم السماء. ازاي انساك للفنانة هيفا وهبي بالمركز 19، ودي بخبر للفنانة يارا بالمركز 18، حازم العراقي ويا معلمني الغرام بالمركز 17، يا عسل للفنان نبيل شعيل بالمركز 16، لوين تروح للفنان عاصر حليني بالمركز 15، حس طار للفنان محمد عبدو بالمركز 14، الفنانة ديانا حداد وأغنية ثالث الأعياد بالمركز 13، الفنان ماجد المهندس وأغنية ليتلي بالمركز 12، تركي وأغنية ما أصدق بالمركز 11، كارول سميحة وأغنية وحشاني يا بلادي بالمركز 10. وحشان الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر ليك، وحشان اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة لليلة حب كمان، ولقيني بقرب لي ابن بلدي بحب عنيد، وسنين وأنا مش عارف أنسى مر الحلو للفنان عبدالله رويشد بالمركز 9، سلطان الطرب جورج وصوف وأغنية ذكريات بالمركز 8، بلقيس وأغنية مجنون بالمركز 7، الفنانة وعد البحيري وأغنية أنا مشلون بالمركز 6. أنا مشلون وما انت بستخدمني، وانا دري وينك وما أخذت ابني، حبيب انت للتوب 5 مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي تراجعت من المرتبة الثالثة للمرتبة الخامسة. ويخلي لقلبك، خلي لقلبك شو مهضوم، انت اللي عمرك عاطي بيت، ما عطيتك عمري وقلب اليوم لعيونك، لخلي العالم الغايب تحكي حكاية
أعطيتك عمري وقلب اليوم بأنت الكرم نتسمي بسجل تقدم من المركز السابع للمركز الرابع وأغنية تحياتي لمن دمر حياتي. تحياتي لمن دمر حياتي وأنا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي حس بالدنيا وأنا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. تحياتي لمن دمر حياتي وانا فيني نبض على نفاتي لمتجاهل شعوري اللي يحس بالدنيا انا ماني ضروري وهو محور تفاصيلي وذاتي. عساك بخير عسى عيونك تنام الليل ضميرك مستريح ما تعاني طير ولا ندمان ولا آسف على اللي كان ولا همك سواك انت أبد إنسان. عساك بخير عسى عيونك تنام الليل ضميرك مستريح ما تعاني ضيق ولا ندمان ولا آسف على اللي كان ولا همك سواك انت أبد إنسان. توب 3 لهالأسبوع على الشكل التالي. بالمرتبة الثالثة بنلاقي النجم عمرو دياب بأغنية الليلة اللي تراجعت من المركز الثاني الأسبوع الماضي. والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا. والليلة حبيبي الليلة ليلة عمرنا الليلة دي أجمل ليلة في حياتي أنا.
أسعد الألبومز للنجم عمرو دياب سمعنا أغنية الليلة. أما بالمرتبة الثانية المطربة نوال الكويتية بتسجل تقدم من المركز الرابع وأغنية لا تكلمني. لا تكلمني أنا زعلانة منك، صار لك يوم وين ما كلمتني، صار لك يوم وين ما تسأل وكنك ما عرفت الشوق أو حبيتني. لا تكلمني أنا زعلانة منك، صار لك يوم وين ما كلمتني، صار لك يوم وين ما تسأل وكنك ما عرفت الشوق أو حبيتني. مع المرتبة الأولى نستعرض الأغاني من المرتبة الخامسة للمرتبة الثانية. خليلي قلبك للفنانة نجوى كرم بالمركز الخامس، الفنان عبد المجيد عبد الله وأغنية تحياتي لمن دمر حياتي بالمركز الرابع، الفنان عمرو دياب وأغنية الليلة بالمركز الثالث، المطربة نوال وأغنية لا تكلمني بالمركز الثاني. والمرتبة الأولى لهالأسبوع بتحتل النجمة إليسا وأغنية تعبت منك من ألبومها الأخير أسعد وحدة، أحد أنجح وأهم الألبومز العربية لسنة 2013. إليسا بتحافظ على مركزها بالمرتبة الأولى مرة جديدة وتعبت منك. تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل روحي إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت يمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني، تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني، وبقول ما فيش في الحب عيب. لهون بتكون انتهت حلقة الأسبوع من طبورتي، وبنقول كمان مرة ألف مبروك لإليسا على المرتبة الأولى، وبنرجع نلتقي بالحلقة الجاية. بتمنى لكم أحلى الأوقات. بحس انت إني ما فيش بإيدي حاجة إلا حبك، وإن كنت سدت فعشان ما تحرمنيش في يوم العيشة جنبك، ما أقدرش أعيش غير بين إيديك. الدنيا تثبت بس اني مش مهمة، والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة، وبعيش معاك صورة وخلاص. انا عشت عمري برضك وباجي كتير انا على حساب كرامتي، كان كل همي ان انت تغلط واسمع بتقول حبيبتي، وعشان رضاك خسرت ناس بالي لي برضا، واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا اسمعها بردا، وانسى عليك من
شايلين.